أعزائي المشاهدين، أهلاً وسهلاً فيكم في فقرتنا الأخيرة. مبادرة إنسانية حملت فكرتها أروع وأسمى الترابط بين أفراد المجتمع، وهي تكريم بنات وزوجات المرابطين والشهداء الواجب. فقد قام مكتب التعليم الجنوب وبقيادة الأستاذة مي الغريب والمدرسة الابتدائية 235 بقيادة المدرسة جوهرة الزهراني ورائدة النشاط مها صالح العريني بفكرة وإعداد المبادرة، والتي تعبر عن فخرنا واعتزازنا بأبطالنا المرابطين في الحد الجنوبي. نتعرف أكثر عن هذه المبادرة السامية واللي ساهموا في نجاحها مع ضيوفنا في الاستوديو الطفلة ابتهال مجرشي وأمها، وهي زوجة الشهيد وابنة الشهيد، والطفلة أميرة أحمد صالح والدتها تم قتلها من قبل الحوثيين، وكمان جود خالد سلطان والدها مازن مرابط في الحد الجنوبي، كذلك الطفلة شذا سعيد الغامدي. وينضمون إلينا عبر الهاتف كل من الأستاذة مي الغريب مديرة تعليم مكتب الجنوبي، والأستاذة جوهرة الزهراني قائدة المدرسة الابتدائية وصاحبة الفكرة اللي هي 235. وبداية مساء الخير عليكم. مساء النور. يعطيكم العافية. أنا بس بسألكم أول سؤال، حبدأ فيك يا أم ابتهال. أول شيء أهلا وسهلا فيك في روتانا خليجية، وإحنا من منبر روتانا خليجية نحييكم ونشد على أياديكم، سواء كانوا أزواجكم المرابطين ولا الشهداء إن شاء الله. وهذا أقل واجب إحنا نقدم لكم إياه من برنامج سيدة وعبر قناتنا روتانا الخليجية. فأهلا وسهلا فيك يا أم ابتهال. أهلا وسهلا فيكم، وأشكركم، أشكر قناتكم المفضلة، وأشكر مدرسة 235 على هذه المبادرة الطيبة، وأشكرهم على تكريمنا وعلى كل من قام باحتواء هذه المجموعة والمجموعة من الطالبات والأمهات ما شاء الله الحمد لله، يعني وعلى رأسهم المديرة الجوهرة الزهراني. طيب إيش رأيكم يا بنات تتعرفون على نفسكم واحدة واحدة وبأي صف أنتم؟ أنا الصف الثالث. إيش اسمك طيب؟ جد خالد سلطان. وأنتي؟ شذا سعيد الغامدي. أنتوا أبهاتكم مرابطين في الجبهة. طيب طبعاً أميرة صح؟ أميرة بأي سنة أنتي؟ ثاني. سنة؟ ثاني. سنة ثالث. ابتهال؟ ثاني. يعطيكم ألف عافية. طيب أم ابتهال تحدثيني، أنتي زوجك استشهد، كيف تلقيتوا هذا الخبر؟ والله كان من أصعب الأمور اللي مرت علي في حياتي، يعني صعب جدا، يعني أنا ما أقدر يعني أوصف لك الشعور اللي مريت فيه في لحظة الخبر، لكن الحمد لله ونشكره على كل الحال. يعني كان يوم تلقيت الخبر كانت صدمة بصراحة، يعني كانت صدمة. بس يعني إحنا نحمد الله ونشكره إنه توفى في شيء هو كان يحب هذا الشيء، يعني هو كان يتمنى انه يتوفى شهيد يعني واجب، الحمد لله انه نال طلبه، والحمد لله الحمد لله ونشكره. طبعا هذا الشيء هذا واجب كان يعني مآمن فيه، طبعا نسأل الله العلي القدير انه ان شاء الله يجعله في علين ان شاء الله، وان شاء الله يعني هو حي عند الله سبحانه وتعالى. طيب لما تلقيتي الخبر كذا كيف تلقيتيه انت، كنت بحالك ولا كيف وصلتيه؟ انت ما عندك غير ابتهال ولا عندك اولاد ثانيين غير ابتهال؟ عندي غير ابتهال. كيف تلقيتي الخبر وقلتيها لعيالك الخبر هذا؟ والله الحمد لله هم بتقبلوا، يعني هم كانوا يعني صعبة عليهم لحد الآن، يعني هي صعبة، بس يعني هذا طلبنا الله سبحانه وتعالى أن يصبرنا في هذاك الوقت، وكان ما عندي أحد، كان ما عندي إلا هم اللي جو علموني بالخبر، والحمد لله. من يعلمك بالخبر؟ والله واحدة من صديقاتي وواحدة من معلمة في مدرسة ابتهال هم اللي علموني بالخبر. طبعا مدرسة ابتهال كمان قامت بالمبادرة هذه صح ولا لا؟ أيوة. كيف انتم حسيتوا وقعها عليكم انتم، يعني يا زوجات المرابطين والشهداء، كيف حسيتوا الحس هذا اللي موجود والمدرسة ما قدمت هذه المبادرة؟ الحمد لله وشكر شيء يعني يرفع الراس انه احنا الله سبحانه وتعالى اختارنا في هذا الشيء، انه نصير زوجات وامهات لابناء شهداء الواجب، وكلما جاء يعني ذكرهم الحمد لله زاد يعني رفع معنوياتنا، يعني الحمد لله وشكرا. طبعا احنا عندنا صور معروضه على الشاشه هنا عن المبادره اللي صارت، نشوف الاطفال اللي كلهم موجودين. طبعا احنا اكيد نوجه لهم تحيه على هذا الحس اللي موجود معانا.
طبعا احنا نتكلم اكثر كمان مع البنات، كيفكم؟ الحمد لله. طيب انتوا ابهاتكم مربطين الحين، اوكي، وان شاء الله تنزل الحلقه نرسل لهم اياه كمان ويشوفوها. ايش تقولوا لهم؟ ايش تقولوا لهم الحين الموجودين على الحد الجنوبي؟ انا اقول افتخر بابويا وكل مربطين. بس وانت ايش تقولي؟ انا افتخر في ابي وافتخر بالرجال كلها على حد الجنوبي. طب ايش رسالتهم تقول لهم اياه؟ أنا كمان شايفتكم اليوم لابسين كمان لبس الجيش، يعني أنتم آزرين هم، قد إيش أنتم مبسوطين بهذا الشيء. قبل أن أرسل لهم رسالة أنه أنتم حميتوا الوطن من بعد الله سبحانه وتعالى، وشكرا لكم جميعا، الله يرجعكم بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، معي عبر الهاتف الأستاذة جوهرة الزهراني، قائدة المدرسة الابتدائية 235 وصاحبة هذه المبادرة، ويسعد لي مساك. أهلا ومرحبا. أهلين. أول شيء أستاذة جوهرة يعطيك ألف ألف عافية على هذه المبادرة، وأنكم كرمتوا البنات وزوجات المرابطين والشهداء الواجب. عن هذا التكريم تكلميني عنه. انطلقت هذه المبادرة من الابتدائية 235 ومكتب تعليم جنوب بقيادة مديرة المكتب الأستاذة منى الغريب ومشرفة القيادة المدرسية الأستاذة نور العماج، والتي كان لهم دور كبير في نجاح هذه المبادرة وإخراجها على أرض الواقع. طبعا هذه المبادرة جزء بسيط يعبر عن حب وشكر وتقدير شعب كامل يعيش في أمن وأمان بعد الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل قيادتنا الحكيمة حفظها الله ورعاها، وثم تضحية أبطالنا البواسل الذين قدموا أرواحهم من أجل نصرة الدين وحماية الوطن. طب أستاذة جهرة، من هي الجهات اللي تفاعلت معاكم في هذه المبادرة؟ الجهات كان معنا أولها وأهمها اللي هو مكتب تعليم جنوب ومجموعة من قائدات المدارس اللي كان لهم دور كبير في نجاح هذه الحفلة وإخراجها بشكل ممتاز. كمان عندنا اللي هم الحرس الحدود بمنطقة جيزان والقوات المسلحة بمنطقة الرياض، كان لهم دور كبير في إتاحة لنا الفرصة وتسهيل المهمة علينا والتواصل مع أبطالنا البواسل في الحد الجنوبي ومصابي الواجب في منطقة الرياض، فجعل الله ذلك في ميزان حسناتي. نعم طبعا. أنا حابة بس إيش هي الكلمة اللي ممكن أنت توجهيها؟ طبعا انت شفتي تفاعل الزوجات والبنات اللي موجودين، ايش الكلمه اللي كنت توجه لهم اياها؟ عندي ملاحظه بسيطه انه لم تقتصر هذه المبادره على تكريم بنات الشهداء والبنات المرابطين وشهداء الواجب، بل شملت تكريم ابطال البواسل الموجودين في الحد الجنوبي، وذلك بارسال هدايا لهم، ولهم منا الدعاء ان ينصرهم الله وان يحفظهم ويسدد رميهم ويتقبل شهدائهم ويشفي جروحهم. كانت هذه المبادره من اعداد وتنفيذ معلمات الصعوبات الاستاذه حسن العواد والاستاذه نورة العبري. ايضا لنا مبادره وطنيه غير مسبوقه قامت بها زهور الابتدائيه كما يتضح لديكم في الصور، والتي تعتبر هي الاولى في المملكه، وهي زياره مصابي الواجب المنومين في مستشفى الامير سلطان العسكري وتقديم هدايا لهم، وكانت تعبر عن فخرنا واعتزازنا بهم. كانت هذه المبادره من تنفيذ واعداد رائده النشاط الاستاذه مها العريني. نعم يا نعم تفضلي. طبعا هذا التكريم وهذه المبادرة قليل من واجبنا اتجاه جنودنا البواسل الذين قدموا وضحوا بأنفسهم وأوقاتهم فداء للوطن وللدين. وباسمي وباسم منسوبات الابتدائية نقدم لهم شكرنا وفخر واعتزاز لأبطالنا البواسل، وندعو لهم بالنصر العاجل وأن يرجعهم إلى أهاليهم سالمين بإذن الله. بإذن الله، أمين يا رب العالمين. شكرا لك الأستاذة جوهرة الزهراني، قائدة المدرسة الابتدائية 235 وصاحبة المبادرة، يعطيك ألف عافية. طيب أميرة، تعالي لي شوية، تعالي. أميرة، أنت والدتك استشهدت صح ولا لا على يد الحوثيين؟ وين كانت أمك؟ في اليمن. كانت في اليمن واستشهدت، ها؟ طب علي صوتك كذا شوية. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يقبلها يعني عليين إن شاء الله،
وهذا أبسط شيء ممكن أقول لك إياه. طيب خليكي كده هنا جنبي. ها طيب بنات الحين أبغى أسألكم، إيش شعوركم لما تقولي إنه أبونا راح للواجب، راح ممكن مرابط يدافع عنا، إحنا ممكن إحنا ننام وإحنا مطمنين عشان أبهاتنا يحرسون الحدود حقتنا. تفضلي. أنا أفتخر بأبويا. أفتخر بأبويا وجميع المرابطين لأنه راحوا يحموا الوطن من بعد الله سبحانه وتعالى. طبعا إحنا كلنا أكيد نفتخر فيه، وأنت كمان؟ أنا عجبني لأنه هو يدافع الوطن. ويحمي بلدنا. طيب أم ابتهال، طبعا شعور الزوجة مو سهل، يعني أكيد يعني المسؤوليات اختلفت، العاتق صار عليكي أثقل، بس الله سبحانه وتعالى أكيد حيكون معاكي. أنت كزوجة شهيد، إيش هي الرسالة اللي أنت توجهيها؟ ممكن يكون في زوجات شهداء غيرك، يعني إيش اللي ممكن تقولي لهم إياه؟ تدعميهم بإيش؟ إيش الرسالة تعطيهم إياه؟ أولا أدعمهم أنه يصيرون أقوى، يعني أنا الحمد لله أحس أنه بدفعة معنوية، يعني بدفعة معنوية من خلال حكومتنا، يعني صراحة واقفة معنا نحمد الله ونشكره. وإن شاء الله بإذن الله تعالى أنه يكونوا قد المسؤولية بإذن الله الواحد الأحد. وإن شاء الله نستمر إن شاء الله، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمشون أبنائنا يكونوا على نفس طريق أبائهم، يكملون المسيرة إن شاء الله، وهم كمان حماة الوطن بإذن الله. بإذن الله. أعزائي المشاهدين، معي عبر الهاتف الأستاذة منى الغريب، مديرة تعليم مكتب الجنوب. مساء الخير أستاذة منى. سعد مساك، حياك الله عزيزتي. بداية أستاذة منى، كيف كانت بداية الفكرة المبادرة تكريم بنات وزوجات المرابطين، والهدف من هذه المبادرة؟ بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة مكتب جنوب له دور في المشاركة المجتمعية، وكان من ضمن خططه وبرامجه تقديم الرعاية لبنات للمدارس وللمجتمع المحلي. من ضمن هذه الأفكار كانت هي تكريم بنات اللي هو المرابطين، ولكن لضيق الوقت وللانشغال بالأمور التنظيمية داخل المكتب لم نجد الوقت للبدء فيها. فكان خطاب أستاذة جوهرة ابتدائية من 35 كالبذرة التي بدأت، فساند المكتب الفكرة، بدأ بالتنظيم، بالمخاطبة المدارس، مخاطبة الجهات العليا، وضعنا خطة بمشاركة مع المشفى الإدارية، قيادة المدرسية نور العماج ومديرة المدرسة. العمل ما هو بسيط، يشمل عدد كبير من الطالبات والزوجات، يحتاج إلى تنظيم. فكانت الخطة بالمشاركة، المكتب ترأس المكتب وشارك فيها الابتدائية بالحجم الأكبر 35 وباقي المدارس. كان البرنامج يمثل قود المكتب بما مدارسه، وهو هدية لبنات المرابطين والشهداء، وهو قليل بحق هذه الفئة. طيب إيش هو دوركم في تنفيذ هذه المهمة، يعني وعودة الأطفال وتوصيل الأشياء هذه كلها؟ حبيبتي، هو كل عمل يحتاج تخطيط، تنظيم، فريق عمل، أخذ موافقة الجهة العليا، حد المكان للاحتفال، تنظيم الفقرات، إعداد المشاركين، التكليفات، كل هذا التنظيم، إعداد الهدايا، الميداليات للطالبات، تنظيم الضيافة، ياخذ وقت وجهد. طب في جهات ساعدتكم؟ طيب في جهات ساعدتكم، ساهمت معاكم؟ طبعا دعمنا دعم اللي هو مشعل، نجمة مشاعل السيدة هيا الغامدي، جزاها الله خير دعمتنا. قدم الدعم ايضا مديرات قائدات مدارسنا، 15 مديرة ساهمت. المكتب ساهم ايضا بمبالغ ماليه. الابتدائي 235 مشكوره اللي هي ساهمت في ارسال الهدايا للمرابطين على الحد الجنوبي ولشهداء الواجب في المستشفى الامير سلطان بمشاركه منسوباتها فقط، لم يشارك معها بهذا الجانب، لكن ما يخص الاحتفال والتنظيم والاعداد والضيافه والهدايا، وكله كان بمشاركة
المكتب مع المدرسة ابتدائية في خزافين باقي المدارس. نعم، يعطيك ألف عافية الأستاذة منى الغريب مديرة تعليم مكتب الجنوب، يعطيك ألف عافية. طبعا أم امتهال إحنا نشكرك ونشكر كمان تواجدك معنا، ممكن هذا أقل شيء ممكن إحنا نقدم لكم إياه، فإن شاء الله إحنا حتى نقدم لك التعازي من هنا من روتانا خليجية. الله يجزاك خير إن شاء الله، وأنا أشكركم من كل قلبي وأشكر جدا قائدة مدرسة 235 الأستاذ الجوهرة الزهراني، يعني اللي ما حسست بناتنا أنهم ناقصين شيء، الحمد لله والشكر. طبعا ابتهال احنا نقول لك شكرا أنك أنت جيتي، طبعا وأميرة كمان نقول لك شكرا، وجود كمان نقول لك شكرا، وشذا كمان نقول لكم شكرا أنكم جيتوا معنا. أعزائي المشاهدين يمكن نعمة هلا أنا عندي شيء أقول. يلا تفضلي بنشد. انشدي يلا. طيروا إلى أرض اليمن حب الذين سقى الفتن، سيروا إلى صنعاء يا فوح ما تنفي غدا، طيروا إلى أرض اليمن، طيروا إلى أرض اليمن وقفوا ما تنفي غدا هي وسط الفتن. أبناء سلمان اكتبوا تاريخكم عبر الزمن، أنتم حماة عقيدتي، أنتم شقور للوطن. طبعا يعطيك ألف عافية، هذا اللي نقول لك إياه. أعزائي المشاهدين يمكن نعمة الأمن والأمان اللي إحنا ننعم فيها الحين كانت بسبب أرواح الشهداء اللي إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يتقبلها بعلين، وإن شاء الله إحنا ندعي لهم كمان بالرحمة، وكل المرابطين شبابنا في الحد الجنوب إن شاء الله يرجعون بألف سلامة، يعني حماة الدين وحماة الوطن. يمكن هذا أقل شيء ممكن إحنا نقدمه في برنامج سيدتي وعبر منبر روتانا خليجية. كانت هذه فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم، وأكيد بكرة برنامج سيدتي يطلع عليكم بفقرات متنوعة وحلقة جديدة، وفي أمان الله.